سلوى، وانت الخبز النازل من السماء يا رب الواهب حياة أبدية. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، ما أمجدك ما أمجدك يا رب. النهاردة جايين النهاردة عندي نهر حضورك الإلهي يا رب اللي فيه نسبح ونغني، وفي النهاردة نشوفك يا رب النهاردة وانت بتعدي فينا برا كل جفاف، برا كل جفاف، برا كل جفاف يا رب. النهاردة نرتوي 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 بحضورك يا رب، ونشبع النهاردة بحضورك الإلهي البهية ابن الله الحي. مبارك اسمك مبارك اسمك. سبح رب معنا قولوا كده، أيها القدوس يا رب الحياة، أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء، أيها الرب الإله، أيها القدوس يا رب وحدك وحدك رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء، أيها رب الإله. كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يشدو لك، أنت ترعاه وإن لم يسألك، هكذا يسري غناك في دماك. أنت بالحب الغني يا رب، أنت بالحب الغني أوجدتني يا يسوع، وبذات قد أحييتني. مبارك اسمك يا رب، عندما وسلت فاشقريتني، وأنا الموثوق قد ركت يداك. أنت بالحب الغني أوجدتني اسمك يا رب، عندما وسلت فاشقريتني، وأنا المرزوق قد فكت يداك. أنت نهر سيدي اسم مدى نهر التي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك واروني، بقوله كده. أنت نهر أنت نهر أنت نهر سيدي يسوع مدى طهر التي وقدني المياه، عرفني العمق فيك وارويني، أيها القدوس. كم واحد عطشان لي النهاردة يقوله كده يا رب، أنت نهر سيدي أنت نهر سيدي يسوع مدى وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني، أيها القدوس. قوله عايز أشبع منك يا رب، عايز أشبع منك. أنت نهر أنت نهر سيدي اسمه مدى طهر الذاتي وقدني للمياه، عرفني العمق فيك وارويني، أيها القدوس يا رب الحياة. الخمر الجيدة أبقيتها لنا، ما أعظم جودا قد ذخرته لنا، كانت أيام بك
اخترتني احيا لك، جعلتني
القدس افرح بيها ورنمها. اخترتني احيا لك، اخترتني مرة تاني، اخترتني احيا لك، القدس لك وانت حضورك الإله النهاردة يا رب ينقي 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 في يا رب حتى المخاوف مرات اللي تهجم على قلبك وعلى ذهنك وعلى نفسيتك. صدقني أنا أؤمن بكده، ما أعرفش كم واحد يؤمن معايا، إن حب وحضور الإلهي يعديك يعديك، مش هتدوب زي ما مرات كتير قوي اللسان بتاعنا مرات كده يهرب مع ما بقولك المشكلة دي هتدوب والمش عارف ايه هتختفي، لا هتختفي ولا هتدوب. بس نؤمن يا رب في حضورك الإلهي العظيم وسلطان نعمتك العظيمة واسمك وقوة اسمك يا رب اللي دعي على شعبك. رب تقدر تمسك ايد شعبك بقوتك وسلطانك العظيمة يا رب وتعدي وقت كل الأزمات وتعدي وقت كل المخاطر وتعدي وقت كل المستحيلات عشان نطلع باختبار ونقول مع اللي قال واختبر. سمعت عنك بسمع الأذن لكن الآن قد رأتك عيني. والنهاردة أنا بطمن شعب ربنا، كم واحد عايز يطمن؟ اللي جاي أصعب بكتير قوي من اللي فات، اللي جاي صعب 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 صعب، بس أنا أؤمن في إله عظيم أنا اختبرته. ما عرفش كم واحد اختبر إن كان في حاجات أصعب وأصعب وأصعب من اللي جاية عدنا فيها بمهارة إيديه وبنعمته وبسلطان قوته الإلهي. حد كان معانا في مصر الوقت اللي فات؟ حد كان معانا في مصر؟ حد كان معانا في البلد اللي كانت رايحة ما بين سياسة غادرة وبين جماعات إرهابية متخلفة وما بين وما بين وما بين؟ حد كان معانا في البلد وهو ماسك كنيسته حبيبته كده وهو بيعديها باقتدار غير عادي؟ حد كان معانا؟ حد كان معانا ولا كنتوا مسافرين؟ كنتوا معانا ولا كنتوا مسافرين؟ ترنيمه اللي جايه انا بحبها قوي، كلمات اخونا سعيد رمضان الجميل، وبقول كده مرات ربنا كده يبعت لنا اطلاله جميله كده وشعاع جميل. وسط المستحيلات بتيجي باستجابات. قول هللويا في سرك. صباح الخير. قول هللويا في سرك. وسط المستحيلات بتيجي باستجابات وتعرف تعدينا، تعرف تعدينا. يا اللي ليك المجد، يا اللي ليك القوة، يا اللي ليك السلطان. وسط الليل الدامس تعرف تعدي شعبك، وسط الخوف المرعب تعرف تعدي شعبك بمهارة ايدي. بس في شرط صغير هقوله، هقول الشرط الصغير ده. لما الكنيسة تصدق فيك، مش كل شويه تبص على البورصه وكل شويه مش عارف تبص على مين، ومش كل شويه تبص على يوم 11 لما كنيستك تبص عليك انت. انت الامتحان اللي كل شويه الكنيسه تقع فيه، كل شويه الكنيسه تقع فيه ايه هو؟ عينيها بتنزل من على الملك العظيم، عشان كده تلاقيها بتتخبط. تبقى مؤمن ومؤمنه وكل شويه بتحضر اجتماعات ورايح جاي من كنيسه وطالع من كنيسه وخايف زي اللي خايف ومرعوب زي اللي مرعوب. قول له بشكرك لأن وسط الليل الدامس تيجي النهارده يا رب. كم واحد يقول له أؤمن فيك؟ أمين. والباقيين زي ما كانوا، كم واحد يقول له أؤمن فيك؟ أؤمن، أؤمن فيك يا رب. وسط الليل الدامس، وسط الليل الدامس أيوة وجودك لامس، تيجي بصوتك هامس أنا جنبك لا تخاف. تبعت تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير، وجهك لما يسير تطرد كل جفاك. وسط الليل الدامس أيوة وجودك لامس، تيجي بصوتك هامس
على جنبك لا تخاف، تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير، وجهك لما يسير تطرد كل جفاء. لو ما عندكمش شمانة قولوا أمين. لا ده أنتوا ناويين ناويين ناويين، بس مش عارف ليه حاسس إن الصف ده يعني نشيط كده. أنا عايز الصف ده كمان يكون نشيط معانا. تيجي نقف كلنا مع بعض ككنيسة ونقول النهاردة عندنا تحدي يا رب. كم واحد النهاردة جاي بتحدي إيمان جديد؟ أمين. رب النهاردة يعطيك ثقل قلبك في اسم الرب. تقول أمين من قلبك. إحنا عندنا مبدأ دايما بنقوله، اللي بيقول أمين مش بيدفع عطر. كم واحد هيقول أمين؟ الأصيط أكتر معانا، مجد للرب. هنقوله كده، وسط حروب وغياب تفتح أنت. قوله كده، شاور على اللي جنبك كده، اهمس في وداني. حتى الأخ اللي قاعد اللي قرفان مني وزهقان مني والكده، لا راضي يقوم يرنم ولا راضي يعمل حاجة، خليه بس وشوش في ودانه. قوله كده، يسوع النهاردة يفتح باب جديد قدام قلبك، تشوفه بعيون إيمان جديدة في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. يلا قول اللي جنبك، قول اللي جنبك. أي وسط حروب وغياب، آه تبعد لي يا غراب وتكفي وتقول، رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الأزمات. صلح ربنا وسط حروب وغياب، وسط حروب وغياب تفتح لنا الباب، تبعد لي يا غراب وتكفي وتقول، رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الأزمات. اضرب المجد، اضرب المجد ليك، المجد ليك الهوى من كل السلطان.
السماء يا بختك يا بختك مري بيا للأماني وزمن الحب في زماني بيك يا رب الأيام دي يا شعب الرب يلي هنا وبتسمعونا في كل مكان. لو قلبك ارتبط الوقت اللي فات بحاجات كان شكلها أساس، ليها أساس، رصيد في البنك أساس، فلان أساس، بلد أساس، لكن كل أساس من غير يسوع ملهوش أساس. حد معايا؟ حد زعلان؟ أي أساس من غير يسوع ملهوش أساس. بنشوف وهنشوف وهنختبر وهتشوف الأيام اللي جاية أدي العالم ده أتفه مما كنت تتصور. اللي جاي اللي جاي عشان إخوة اللي جايين متأخرين أطمنكم اللي جاي صعب جدا 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 جدا، بس هقولك لو مسكت إيده، لو مسكت إيده وعديت بيه صدقني هيعديك في اللي أتقل من تخيلك ومن توقعك. هقول حاجة عن إيده العظيمة عشان تباركوه وتعظموه وتمجدوه في هذا الصباح. قال عنه أشعياء عن إيده القديرة: بس من كال بكفه المياه؟ من وزن الجبال بالقبان؟ من قاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض؟ ده اللي لما تحط إيده في إيدك يقدر يعديك ولا مش يعديك، يقدر يعديك ولا ما يعديكش. يسوع، يسوع يقدر يقدر يقدر. اللي سباني وبيسبيني في مرعى محبته الإلهية. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على أزرع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب معتني في مراعي الحب ضيقني، يا صاحبي قد ما سيبني في مراعي
ملك الملوك يسوع. ملك الملوك يا يسوع. الاسم اللي فداه نرفع تسبيح. هات اوتارك. هات الاوتار اضوي مسمار غني اشعار باسم المسيح. قولوا هللويا هللويا سبح الرب. قولوا هللويا 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 باسم المسيح. عايزين نقول للأرض اللي احنا فيها والعالم اللي حوالينا احنا مستنيين إله مش زي أي إله. يقول ويفي يقول ويفي وحده وليس سوى. حد يؤمن ان الاختطاف قرب قوي؟ انا ما اعرفش ليه صدقوني. بحب اخويا مايكل جدا غال عليا جدا. بس معظم الخدام يقفوا على المنبر مرات كتير قوي. انا بقالي وقت طويل قوي 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 كنت بخدم مع خادم جميل قوي اسمه دكتور عادل وهبه. ما اعرفش كم واحد يعرفه. رجل الله الجميل الأصيل الجدع. خدمت معاه 9 سنين كاملة. 9 سنين كاملة كان بيحكي عن مجيء المسيح. حد يؤمن أن رب جاي؟ بأمانة 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 يا كنيسة لو صدقته أنه جاي هتلاقي نفسك فرحان قوي قوي قوي. كل ما تتنيل بزيادة حواليك تلاقي نفسك فرحان. ليه؟ هو كده قال كده. ستحترق الأرض والمصنوعات التي أنت بتفتش في كتابك اليومين دول. حد بيفتش في كتابه اليومين دول كده وبيقوله كده أمين. تعالى كم واحد عايز يقول لنفسه ويقول اللي حواليه ليه يا إله عظيم جاي قريبا على الأبواب. بص شكلكم عامل إزاي خايفين على الأرصدة اللي في البنوك والحاجات والبتاع. خايفين. رب جاي يا عم افرح. رب جاي رب جاي رب جاي رب جاي رب جاي رب جاي رب جاي. من زي إلهنا اللي بقى ورفعنا ومعاه أجلسنا Hallelujah.
أنت قائدنا يسوع البار، نبع عزانا يسوع إحنا معدين، أنت قائدنا. ربنا كلنا مع بنسبح بنسبح ونرنم ليك ونرنم مجدا يا مليك، بنسبح ونرنم ليك ونرنم مجدا نرفع اسمك، نرفع اسمك ونعليك، اصلنا فيك صدق صدق رنم قلبي احنا استريح واقعد وقول له ربك النهارده وانا عابر وانا عابر وانا عابر، ابص عليك واتكل عليك يا رب. اتكل عليك التجئ اليك ولا اخاف، لا لا فرحتي لديك. استاذن الفريق قول وحدكم اتكل، اتكل فيش غيره فيش غيره إليك ولا أخاف أنا، لا لا فرحتي لديك، أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل، أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت أشكرك، ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني
لأنني أتكل عليك، ألتجئ إليك. صباح الخير. انا جاي لك النهارده برساله حب. النهارده ربنا بعتها لي الصبح، بعتها لي، وانا بقول لكل واحد النهارده وانا قد احببتك. ينفع تقول لي اللي جنبك ربنا بيحبك؟ سلم على اللي جنبك كده، قول له ربنا بيحبك. ربنا بيحبك. انا عايز احيي الملك اللي موجود في المكان. تيجي نقف نقف نقف، ما ينفعش واحنا ما ينفعش واحنا قاعدين. قول له شكرا 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 لانك احببتني. قول له شكرا لانك حبيتني. قول له شكرا واعلن عن حبك لي النهارده. قول له كمان وانا بحبك. اتفضلوا. شكرا، ربنا يبارككم. انا هقرا ايه من سفر ملوك الثاني اصحاح 5. قصه مشهوره جدا. فقال له: ألم يسهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ خلي بالكم من المقطع اللي جاي ده. أهو وقت لأخذ الفضة والأخذ ثياب وزيتون؟ أنا هقوله تاني المقطع ده، بس من فضلك وأنا بقوله أنا عايزك تبقى أمين مع نفسك وأنت بتجاوب. أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ بسرعة جدا. نعمان السرياني بعد ما خد الشفة ولحمه صار زي لحم طفل صغير، كان جايب زيارة كبيرة قوي لإليشا النبي. كان جايب له وزنات فضة ووزنات ذهب وكروم وحلي وثياب. راح لإليشع قدم له التقدمة دي. يقول الكتاب إن هو كده ألح عليه، لكن إليشع كان خادم أمين، يقول أبى أن يأخذ شيئا. جحزي كان واقف في النص وشاف، أنا بنقول لكم سيناريو كده بتدخلكم فيه، وشاف الرجالة بتوع نعمان السرياني وهم بيلموا الحاجات ورايحين بيها العربيات. أنا في اعتقادي السكر بتاعه عالي والضغط عالي والنبض عالي، وكان عينه على الحاجة، بس إدى قرار لنفسه، قال أنا لازم ينولني من الحب جانب. ما ينفعش أنا لسه شاب صغير طالع لسه للدنيا جديد، عندي جواز وعندي بيت بأسسه وعايز اشتري عربية، لكن هو ده الراجل ده التاني كبر. فراح جري ورا نعمان السرياني. شوفوا نعمة ربنا لما بتغير الإنسان. نعمان السرياني ده كان البوزيشن بتاعه عالي جدا، ده كان أكبر قائد جيش على مستوى العالم في هذا الوقت. يقول كده الكتاب نزل للقائه، قال له عايز إيه؟ قال له معلش، بعد ما حضرتك مشيت في 2 من بني الأنبياء جم وعايزين نكرمهم. ليش يا سيدي عايز يكرمهم؟ قال له انا عايز ايه؟ قال له عايز وزنة فضة وحلتي ثياب. خلي بالكم من اللي جاي. قال له بدل الوزنة خد ايه؟ وزنتين. بس قال له كده خد واقبل، اقبل اقبل. وقال له كمان انا هبعتهم لك دليفري لغاية البيت عندك. خدهم جحزي ودخل البيت وكمرهم ودخل على إليشع النبي. إليشع طبعا ربنا كان كشف له كل ما يحدث بره البلد وبره العالم كله، كانت عنده رؤية ربنا مديها له. فبيقول لجحزي كنت فين؟ أنا لم يسحب عبدك هنا أو هناك. فرد عليه هو ألم يكن قلبي معك
حينما نزل من المركبة للقائك فرح قال له كده. أنا وأنا بقرأ الآية دي أنا قريت المقطع ده كتير قوي، ربنا شاور لي عليه الأيام اللي فاتت، فعشان كده قال له هو وقت. أنا في اعتقادي إن أي واحد مكان ليشع المفروض يعني زعق فيه، أنت كنت فين؟ سبتني ومشيت ليه؟ لكن هو بكل تواضع كده قال له هو وقت لأخذ الفضة والأخذ الثياب والكروم. كان عنده رؤية باللي هيحصل بعدين، هقول لكم بسرعة إيه اللي حاصل بعدين. ملوك الثاني 8، أنا عايز حضراتكم لما تروحوا البيت اقرأ الجزء من ملوك الثاني 8 ابتداء من عدد 6، هتعرف إيه اللي كان بيفكر فيه إليشع والأيام اللي كان بيشوفها إليشع. زي ما أخويا ميلاد كان بيتكلم إن الوقت اللي جاي صعب، إليشع اتنبأ بهذا الوقت في هذا المملكة. قبل واحد اسمه حزائيل، حزائيل ده بيمثل إبليس. حزائيل ده كان قائد الجيش بتاع مملكة أرام بعد نعمان السرياني، بس كان راجل شرير جدا، كان كل الشر موجود في هذا الرجل، كان قاتل وكان مغتصب وكان يعني كل حاجة حطها تحت حزائيل ده. بيقول الكتاب إن إليشع حط نظره على عين حزائيل لدرجة أن حزائيل في الآخر خجل من رجل الله. وبعدين إيه اللي حصل؟ يقول لك بكى رجل الله فبيسأله سؤال كل لؤم، قال له لماذا تبكي يا سيدي؟ قال له أراني الرب، ودي الأيام الصعبة اللي بيتكلم عليها أخويا ميلاد، قال له أراني الرب اللي هتفعله بمملكة إسرائيل لما تبقى ملك، هتقتل شباب، والأيام دي بنشوف كتير شباب، قال له هتقتل أطفال وهتهد بيوت، وبيوت كتير بتتهد الأيام دي. عارفين عمل إيه الرابعة؟ كان بيجيب النساء الإسرائيليات الحوامل وبيشق البطون ويطلع الجنين يقتله ويقتل الست الحامل. عشان كده نرجع تاني، ارجع تاني، عشان كده إليشع قال للجحزي أهو وقت. مش عارف مشغول قوي بالنداء ده، ربنا بيندع على حد النهاردة، لو أي جحزي موجود في المكان النهاردة ربنا بيندع عليك بيقولك أهو وقت. الأيام دي وقت صعب جدا، وقت صعب، الأيام اللي جاية صعبة صعبة. علماء التاريخ اللي بيكتبوا اللي بالأيام دي قالوا إن الوقت ده في المرحلة دي أصعب وقت بنمر به العالم في هذا الوقت من آلاف السنين أو مئات السنين. عشان كده بقولك إنها وقت الآن مقبول. أنا آسف جدا، روح قدس هو اللي بيقولها، صدقوني يمكن دي تبقى آخر مرة تحضر فيها اجتماع، عشان كده بقولك أهو وقت لطلب الفضة والأخذ الثياب. لنا ترنيمة أخيرة مع الأخ ميلاد، راجع للآب الحنان. حد عايز يرجع للآب الحنان النهاردة؟ قل له راجع للآب الحنان، بس هو بيقولك ضامن إن ليك مكان لما ترجع. تفضل أخي ميلاد. تيجي نقف كلنا بالأحضان الأبوية، قلبك بينادي عليا، بينادي عليا بالأحضان الأبوية، بيقول لك تعالى بحضني النهاردة، حضني مفتوح ليك النهاردة، أرجع واتمتع برضاك عني هنا بلاوية راجع، قوله راجع لك النهاردة، إن أنا ليا مكان واصل، إن أنا ليا مكان. ربنا يباركك يا أخي ميلاد، عايزين نرحب ونحيي الأخ ميلاد.
نحيي الفريق معنا خادم الرب النهاردة الأخ مايكل، عايزين نرحب بيه. تفضل يا أخ مايكل. صباح الخير. قد ايه فرحان جدا ان اكون متواجد مع اخواتي هنا في كنيسة المسيح في مصر الجديدة، وبصلي في قلبي ان الرب يباركنا ويدينا نعمة. حقيقي المكان ده غالي جدا جدا على قلبي، الاخوة اللي فيه كمان اخوة غاليين. بشكر الرب لاجلكم وبصلي لاجلكم دايما، وبشكر الرب لاجل الايمان المتقدم، بشكر الرب كمان لاجل الاجتماع اللي دايما في الارتفاع باسم الرب يسوع. الرب يحفظكم. فرحان كمان يشاركني الخدمة اخ اكبر ليا، غالي جدا على قلبي، وفرحان ان انا اشكره قدام كل العالم، الاخ ميلاد جليل. بالمناسبة الاخ ميلاد جليل كان بيديني في مدرسة الاحد، تتخيلوا، وكان بيهتم بينا، ومفيش موقف حاسم وصارم وفارق في حياتي الا لقيت الاخ ميلاد جليل اخ اكبر ليا. فانا حابب انتهز الفرصة واشكر الاخ ميلاد جليل قدام كل العالم. ربي يباركك يا اخ ميلاد، ودايما تكون في الارتفاع. كمان شايف ازيد من نص الاجتماع من المنيا، فغالبا حاصل غزو منياوي على مصر واسيوط، كمان غزو منياوي اسيوطي، ففرحان يكون معانا اخويا جون جبرائيل واختي فيدا. صلي في قلبي ان ربي يباركهم ويستخدمهم. الحقيقه الرب حاطط على قلبي النهارده ان احنا نتكلم عن افراح برغم من الضيقات. افراح برغم من الضيقات. هل في العالم ضيق؟ نعم. هل اتفاجئنا بالضيق؟ لا. فاحنا من ساعة معرفنا الرب يسوع وهو بيقول سيكون لكم في العالم ضيق، هو ادانا قدرة، ادانا قوة ان احنا نعلو فوق الضيقات. فنفسي في قلب الضيقات ما يكونش حالنا التعب، نفسي في قلب الضيقات ما يكونش نبرتنا حزن، لكن نفسي في قلب الضيقات يكون نبرتنا نبرة الفرح. ولا توجد رسالة في كل الكتاب المقدس تتكلم عن الفرح برغم الضيقات إلا رسالة الفرح. طبعا حضراتكم كلكم عارفين إن أول ما أقول رسالة الفرح هيجي في ذهنكم رسالة فيليبي المكونة من 4 إصحاحات. طبعا إحنا النهاردة مش هنقدر نقف قدام فيليبي كلمة كلمة، لكن هنقف قدام بعض الخطوط العريضة في كل إصحاح، أو ناخد خط عريض كده في إصحاح 1، إصحاح 2، إصحاح 3، إصحاح 4، بس قبلها نشوف إيه هي كنيسة فيليبي. سأذن حضراتكم تعالوا كلنا نقف مع بعضينا احتراما لكلمة الله. تعالوا نقرأ مع بعضينا من أعمال الرسل إصحاح 16 آية رقم 5. أعمال الرسل إصحاح 16 آية 5 يقول الكلام اللي جاي، يقول كده: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. أقولها مرة تاني وحاولوا حضراتكم تعرفوا الترتيب الطبيعي والمنطقي. الترتيب مش إن الكنائس تزيد في العدد، لكن قبل ما الكنائس تزيد في العدد كانت تتشدد في الإيمان. كلمة تتشدد هنا مش جاية بمعنى تتشدد، لكن كلمة تتشدد معناها تزداد صلابة ورسوخ وتأسيس في الإيمان. كنيسة متأسسة صح، وطالما الكنيسة متأسسة في الإيمان صح وشبابها متأسس صح، شيء طبيعي إنك تلاقي العدد بيعمل إيه، ما تقوله معايا، يزيد في الإيمان. تعالوا كلنا نقول مع بعض، قول كده: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فيريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في أسية. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مجدوني أوروبي يعني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مقدونية وأعنا. كلمة أعبر دي ما جاتش في كل العهد الجديد غير 3 مرات. أعبر إلى مقدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. أرجوكم ما تنسوش الكلمة دي، الرب
قد دعانا لنبشرهم. بس عايزينكم نقولها مرة تاني، الرب قد دعانا لنبشرهم. تعالوا نقرأ مع بعضينا في رسالة فيليبي الإصحاح الأول، هنقرأ آية أو اثنين من كل إصحاح. يقول كده: بولس وتيميثاوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي، مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام. نعمة وسلام، نعمة وسلام. واضح أنه ده كان الاحتياج، نعمة وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. شوف كمان يقول الكلمات اللي جاية: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، وثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. تعالوا نقرأ الآية إصحاح 2 بدءا من الآية 4. يقول الكلمات اللي جاية: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. شوف بقى إيه الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه واحد أخلى نفسه، اثنين أخذا صورة عبد، ثلاثة صائرا في شبه الناس، أربعة وإذ وجد في الهيئة كإنسان، خمسة وضع نفسه، ستة وأطاع حتى الموت، سبعة موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله. تعالوا نقرأ مع بعضينا إصحاح 3، يقول الكلمات اللي جاية. تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات اللي جاية، يقول كده بدءا من آية 13: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. الإصحاح الرابع آخر آية، تعالوا نقرأ مع بعض 4-4، آسف لو طولت عليكم القراءة الكتابية، يقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، يكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ليبارك لنا الله هذه الأقوال المقدسة. تفضلوا حضراتكم، استريحوا في أماكن. أحبائي، في عجالة في خلال ربع ساعة أو تلت ساعة حابب أعمل زي بريف عام أو مقدمة أو أوتلاينز كده عن الخطوط العريضة اللي موجودة في رسالة فيليبي. قبل ما نتكلم عن رسالة فيليبي، رسالة فيليبي بدأت قصتها مع بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الثانية. بولس الرسول ده كان ليه استراتيجية من خلال رحلاته التبشيرية كان دايما متعود عليها. يعني ايه كلمة استراتيجية؟ يعني بولس الرسول في كراسته في تبشيره طلع الرحلة التبشيرية الأولى ورجع، وطلع الرحلة التبشيرية الثانية ورجع، وطلع الرحلة التبشيرية الثالثة ورجع، وكذا الرابعة. والبعض يقول أنه كان في حياة بولس رحلة تبشيرية خمسة غير مذكورة في الكتاب المقدس ولكن ذكرها الآباء. الاستراتيجية اللي كان ماشي بيها بولس إن كان ليه كنيسة محلية. يعني ليه كنيسة؟ يعني كان انتماءه لكنيسة اسمها كنيسة أنطاكيا. فبولس ده لما كان بيطلع عشان يكرز كان يطلع من أنطاكيا يلف الرحلة التبشيرية، وبعد ما يلف الرحلة التبشيرية يرجع لكنيسة أنطاكيا مرة تاني. بعد كده يطلع من أنطاكيا الرحلة التبشيرية التانية اللي راح فيها أوروبا دي، اللي راح فيها مقدونية. الغريب يطلع من الكنيسة بتاعته يلف الرحلة التبشيرية التانية ويرجع. بعد كده يطلع من أنطاكيا الرحلة التبشيرية التالتة ويرجع. الغريب إن بولس رقم واحد كان عنده انتماء لكنيسة وجسد يهتم بيه ويهتم بيهم. رقم اثنين، بولس كان ماشي بنفس سياسة الرب يسوع المسيح في الكرازة. فالرب يسوع المسيح يقول لهم اذهبوا وكرزوا. فين يا رب؟ خلي بالك، يتدرج بيهم أورشليم. طب وبعد أورشليم؟ السامرة.
طب وبعض السامرة؟ اليهودية. طب وبعض اليهودية؟ في كل العالم. يتدرج بيهم من اليهودية وأورشليم إلى السامرة إلى كل العالم. نفس النظام مشي بيه بولس، وكأنه بيعمل ويفز، كأنه بيعمل موجات في الكرازة بتاعته. أول ما ابتدى يروح، ابتدى يروح آسيا. بعد ما اتنقل من آسيا ابتدت الخطوة تكبر أكتر لأوروبا. بعد أوروبا ابتدى يروح روما، والغريب أنه لما كتب الرسالة دي كتبها وهو مسجون في روما. بولس الرسول كان ليه خطة في الكرازة بتاعته، كان ماشي على نهج معلمه تماما. فالرب يسوع المسيح كان دايما يكرز لليهود، فالكتاب يقول إلى خصته، ما تقوله معايا، جاء وخصته لم تقبله. بولس أول ما كان ينزل بلد، أول مكان ينزل عليه حاجة اسمها المجمع اليهودي. يعني المجمع اليهودي؟ طبعا الهيكل في الوقت ده كان بيمر بصعوبات، وهم كانوا مشتتين وكانوا بعاد عن الهيكل، فعايزين يصلوا. فكان كل 10 رجال يقيموا عليهم رابي. كلمة رابي معناها معلم. ويبتدوا يأسسوا مكان من خلال 10 رجال. المكان اللي بيتأسس من خلال 10 رجال مؤمنين يهود دولة بيسموه مجمع. فكانوا بيعملوا مجمع. الغريب ان بولس الرسول كان بينزل اول حاجة يكرز فيها هي المجمع، عشان يكلم اليهود. اليهود قبلوه خير وبركة. اليهود ما قبلوش، يعمل زي سيده، يطلع من دايرة اليهود ويبتدي يتكلم لدايرة الامم، يتجه ناحية الامم. بولس الرسول في الوقت ده كان رجع من الرحلة التبشيرية الاولى، قعد في كنيسة أنطاكيا اللي هي كنيسته، وطالع على الرحلة التبشيرية الثانية. لما كان دايما يطلع الرحلة التبشيرية كان يحب يلف على الكنائس اللي كرز فيها قبل كده يطمن عليهم. ولما كان بيروح يا أحبائي كان لازم بولس الرسول يقيم مكانه أول حاجة خدام محليين، شمامسة مع أساقفة. لكن كمان كان يهتم جدا ان يبعت لهم ناس من عنده يهتموا بقطيع الرب. يعني مره يبعت تيتوس، مره يبعت تيميساوس، مره يبعت فلان. مهتم جدا انه يبعت كاريزين يقيموا العمل ويعملوا نهضه في المكان. بولس الرسول المره دي ابتدى يتكلم في آسيا، بس الغريب ان الروح القدس منعهم في آسيا من انهم يبشروا، منعوا الروح انه يتكلم بالكلمه. فقال يمكن الرب مش عايزنا نتكلم في آسيا، نتوجه إلى مكان آخر اسمه بيسينية. راحوا بيسينية، جم يتكلموا، منعهم الروح. ما تقوليش إزاي منعهم الروح. هل منعهم الروح بأن الرب قال له ما تتكلمش؟ هل منعهم الروح بأن الظروف ما كانتش كويسة؟ بس الغريب والعجيب أن الروح القدس يمنعهم من أن هم يتكلموا ببشارة الإنجيل. فبولس كان بيصلي، طب يا رب احنا طالعين، انت جبتنا آسيا وجبتنا بيسينية. فجأة وهو بيصلي وصل لمرحلة من التعب، ابتدى ينام بالليل. وكلمة يظهر له في الليل معناه ان كل طاقاته الجسدية عملت ايه؟ ما تقوله معايا، خلاص هو وصل للآخر، كل طاقاته الجسدية وصلت لآخرها. مرات كتير جدا الرب يمنعنا عن حاجة، واحنا تبقى عنينا في الحاجة، والرب يجي بالليل ويروح هادد كل طاقتك، بس في الوقت اللي هو مهدود فيه، وفي الوقت بتاع نص الليل، بالليل أثناء ما بولس نايم ظهر له رجل مجدوني. كلمة رجل مجدوني دي معناها ان الرجل ده من أوروبا، وابتدى يقول لبولس في الرؤية بالليل اعبر إلينا واعمل ايه؟ ما تقوله معايا، أعنا، احنا تعبانين. كلمة أعنا مش معناها دون معونة، لكن أرجوك اسمع ركز جدا في الكلمة اللي جاية. الراجل المجدوني، أرجوكم ركزوا جدا معاه في الكلمة دي، بيقول لبولس أعبر إلينا واعمل إيه؟ ما تقولوا معايا، يا مؤمنين أعبروا إلينا وأعينونا. أنا لو أعتبرها بلغة النهاردة، هم عايزين معونة، ناخد بطاطين وناخد شاي وناخد سكر وناخد زيت ونروح نوزع عليهم معونة. لكن الغريبة اسمع اللفظ اللي قاله لوقا، شوف يقولك ايه. فللوقت تحققنا ان الرب قد دعانا لكي نبشرهم. اقول مرة تاني، هو بيقول احنا تعبانين، تعالوا اعملوا ايه؟ ما تقولوا معايا، اعنونا. رد لوقا وقال لهم الرب قد دعانا ان احنا نعمل ايه؟ ما تقولوا معايا، نبشركم. معونة الكنيسة للعالم التعبان مش ان احنا نوزع بطاطين، وإن كان في إمكان الكنيسة تعمله يبقى كويس، لكن معونة الكنيسة للعالم التعبان هي إن هي تعمل إيه؟ ما تقولوا معايا، تبشرهم. فالعالم المجهد
لهم إلا إلى البشارة. كلمة نبشرهم هنا جاية في اليوناني بمعنى يو أنجليزو أو أنجليزوما. كلمة نبشرهم معناها إن إحنا نقول لهم خبر حلو. فالناس تعبانة ومحتاجة تسمع خبر، ما تقولوا معايا حلو، محتاجين يسمع عن البشارة. لكن كمان الكتاب بيستخدم كلمة تانية للبشارة اسمها كلمة إكرزو. كلمة إكرزو معناها واحد بينادي وعمال يبوق بالبوق ويعلن إعلان أن المسيح أتى لخلاص الخطاة. فعمال يبوق ويزعق ويصرخ ويقول أن المسيح أتى لخلاص الخطاة. البشارة خبر حلو، طب والكرازة؟ إعلان. لكن في نوع تاني اسمه الدفاع عن حق الإنجيل. هم سمعوا الخبر الحلو وأعلن ليهم محبة المسيح، بس عندهم أسئلة، والأسئلة تحتاج إلى، ما تقولوا معايا، إلى إجابة. فالكتاب يقول كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وابتدى الرجل المكدوني يقول أعبر 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 أعبر. الغريب أول مرة تيجي كلمة أعبر في العهد الجديد، قالها الغني الغبي لأبونا إبراهيم. حد فاكر المنظر ده؟ فالغني الغبي شايف أبونا إبراهيم واخد مين، ما تقوله معايا، العازر في حضنه. فبيقوله ممكن ترسل لينا العازر يبل طرف أصبعه ويبرد لساني. الغريبة أبونا إبراهيم رح ردد عليه، قال له بيننا وبينكم هو عظيمة فهو لا يقدر أن يعبر. مضى زمن العبور. أخويا ملاد جليل كان بيتكلم عن أن الرب قريب وأنه مجيئه على السحاب قريب. هيجي وقت يقوله أعبر، بس أخاف يقول أعبر ويكون عامل زي الغني الغبي. مضى زمن العبور بيننا وبينكم، ما تقولوا معايا، خلاص فات الوقت. لكن هنا الرجل المكدوني بيقول له اعبر الينا واعنا، تعال ساعدنا، اعنا، فتح عينينا لاننا نعبد الاصنام وفي عباده الاصنام عمى. تعال المكدونيا، عندنا اساطير بنغرق فيها اسمها الاساطير اليونانيه، عندنا قساوه قلب اسمها قساوه القلب الرومانيه، عندنا خطيه اسمها الطبيعه البشريه. ممكن تيجوا تنوروا قلوبنا؟ ممكن تكلمونا عن الرب؟ إيه اللي موجود في العالم؟ مقدونية ما فيهاش غير أساطير يونانية، لأنها كانت مستعمرة يونانية أسسها فيليب المقدوني، وعشان كده تسمت باسمه مقدونية. بعد كده حصلت فيها حرب سنة 42 قبل الميلاد، فتغيرت من مستعمرة يونانية إلى مستعمرة رومانية، وجميع اللي فيها أخذوا الجنسية وكانوا طبقة مرتفعة جدا، وكانت بلد تجارية وهي المدخل الوحيد إلى أوروبا، بس مليانة أساطير بعبادة وثنية. وحضراتكم عارفين أن العبادة الوثنية أبدا مش نظيفة، مليانة شر. أعبروا إلينا لأن بلدنا مليانة شر، أعبروا إلينا لأن العالم ضاع في أساطير ملهاش صدق، أعبروا إلينا لأن في بلدنا شر ما أقصى. أعبروا إلى مقدونية وأعينوها. الغريبة تحققوا من الرؤية وذهبوا إلى مقدونية. أول ما دخلوا مقدونية، فين المجمع؟ ما يلاقوش رجالة. عارف يعني ما يلاقوش رجالة؟ أصلي لو فيها 10 رجالة كانوا عملوا إيه؟ مجمع. لكن لقوا، أنا أسف جدا، معلش الأخوات يتحملوني، لقوا شوية نساء بيجتمعوا عند النهر في فيليبي، وقاعدين عمالين يصلوا كل يوم سبت. الغريبة بولس الرسول فضل موجود في البلد دي. بولس الرسول في الوقت ده كان معاه تيموثاوس، كان معاه سيلة، كان معاه لوقا، راحوا يحضروا القعدة اللي عند النهر دي. بس الكتاب يقول ان كانت بتيجي تقعد في القعدة دي واحدة ست اسمها ليدي. ودي صورة، انا اعتبر ان ادي فيليبي. الصورة الأولى اللي موجودة في فيليبي، واحدة ست تروح تحضر الاجتماعات. بس اسمع الكتاب يقول لك ايه؟ أول ما بولس قام وعظ وصلى، فتح الرب قلب ليدي. معنى كده أن الست دي كانت زيها زي المرأة المنحنية. بص عليا، كل يوم سبت تاخد بعضيها وتروح فين، ما تقولوا معايا،
المجمع وتدخل محنية وتطلع. ما تقولوا معايا محنية. اسمع الكتاب يقول لك ايه؟ لأن الشيطان قد ربطها. يا لدية، انت كل يوم سبت بتيجي عند النهر تقعد وترنم وتقعد تصلوا وتقعد تتكلموا في العهد القديم. يا لدية، لغاية دلوقت الرب ما فتحش قلبك. لا، الرب ما فتحش قلبي، بس اليوم ده حصلت معجزة في منتهى الروعة، ان الرب مش فتح ذهنها، لكن الرب فتح قلبها. وانا بصلي الليلة ان ما فيش قلب يكون مقفول في الاجتماع باسم الرب يسوع المسيح. يا رب افتح كل القلوب الليلة، خلينا نحبك، خلينا نشتاق اليك. الست دي اول ما الرب فتح قلبها عرفت انها صورة للتدين. انا باجي وبحضر الاجتماعات وكل يوم سبت موجودة، وديني بسمع الوعظات وديني بسمع الترنيمان، بس الغريبة انا قلبي مقفول. المرة دي حاسة احساس مختلف. المرة دي مش حاسة ان انا بدخل الاجتماع وبطلع الاجتماع طقوس، لكن انا المرة دي خدت لمسة مختلفة، فالرب فتح. ست دي كانت بياعة أرجوان، يعني تكسب فلوسها بنفسها. الأرجوان في الوقت ده كان لبس الملوك. الأرجوان كان يتاخد من محار البحر، ده الأرجوان الأصلي، والأرجوان المضروب كان يتاخد من جذور النباتات. فالست دي كانت تجرة، وتجرة شطرة وحرة، وبتحضر الاجتماعات، ويوم قبلت الرب، قبلت الرب عند النار وفرحانة انها قبلت الرب، وراحت قايلة لهم إن كنت قد حكمتم إنه مؤمنة فادخلوا بيتي وامكسوا فيه. واعتمدت هي واهل بيتها، والبيت بالكامل اتغير. يا رب، للدرجه دي لو المتدين رجع للرب ممكن يكون سبب بركه لبيته. ايوه، اصعب شيء ان يتغير المتدين. لكن اللوحه الثانيه طلع من عند الهديه، ليه واحده ست طلعت تجري وراهم؟ الست دي الكتاب يقول ان كان عليها روح عرافه. الست دي ما كانتش بتعمل غير حاجة واحدة بس. بولس وسيلة ماشيين ومعهم تيميساوس ومعهم الدكتور لوقا، وهم ماشيين الست دي كانت تمشي وراهم. هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. فاتضجر بولس. طب وانت اتضايقت ليه؟ ما الست بتقول كلام صح. ما فعلا انتوا عبيد الله العلي الذين تنادون، ما تقولوا معايا طريق الخلاص. الست ما قالتش حاجة غلط. ايوه، الست ما قالتش حاجه غلط وكلامها حق، لكن ملبوسه بايه؟ ما تقولوا معايا، ملبوسه بعفاريت. فاحنا مش عايزين الحق بتاع الشياطين ده. وانا بستغرب يا احبائي على الشيطان. الشيطان ما عندوش مانع ابدا انه يقول الحق، والشيطان ما عندوش مانع ابدا انه يقول ايات، والشيطان ما عندوش مانع ابدا ان يقول حقائق كتابيه، والشيطان ما عندوش مانع ابدا ان يوعظ. فالست كلامها حلو، لكن تخيلوا، تخيلوا لو بولس صدق كلامها وكلوا الطعم. كنت بقرا جون ماكارثر كان بيقول كلمه: اذا اردت ان تزرع اي هرطقه في اي كنيسه، هات الشخص الغلط وخليه يبدأ بأنه يقول كلام صح. فلو قال كلام صح مرة، في الثانية الناس هتبتدي تعمل إيه؟ ما تقولوا معايا، تصدقوا. بعد شوية يروح عمل إيه؟ ما تقولوا معايا، يعك الدنيا. ده اللي كانت الست دي عايزة تعمله، وده اللي كان الشيطان عايز يعمله من خلال هذه المرأة المسكينة. الغريب ان بولس الرسول اتضايق، لانه لو كانوا الطعم ممكن الست دي تدخل الكنيسه، وممكن الناس تصدقها، ومش بعيد تاخد دور في الاجتماعات، ومش بعيد تقوم توعظ، ومش بعيد تقوم ترنم، ومش بعيد تمسك اجتماعات، وهي عليها شياطين، عليها شياطين بتقول كلام صح بس خارج من شخص غلط، يخرب الكنيسه، يقسم الكنيسه. فوقف بولس الرسول وراح الطجره وقال: اني امرك باسم الرب يسوع المسيح، اخرج، واستخدم السلطان اللي ليه. الغريب ان الاولانيه سيده اعمال، حد يعرف الثانيه كانت ايه؟ عبده. الاولانيه بتكسب فلوس لنفسها، الثانيه بتكسب فلوس لمين؟ لمواليها، للي مأجرينها، للي مشغلينها عندهم. الاولانيه بتحضر اجتماعات، التانية عليها، ما تقولوا معايا،
على الشياطين. الأولانية صوتها هادي ورقيق جدا، إن كنتم قد حكمتم إنه مؤمنة ادخلوا بيتي. الثانية صوتها عالي ومشى في الشارع تصيح. لكن أسأل سؤال، يسوع غير الأولانية ولا غير الثانية؟ يسوع يغير الاثنين. يقدر يغير المتدين ويقدر يغير الفاجر. والولاد الرب عايز يخلق فيك طبيعة جديدة. تقولوا أمين يا أحبة. شوية كمان أول ما طلعت من عليها الشياطين قولها الناس أنا ابني في آسيا، اعرفي لي ابني بيعمل ايه دلوقتي؟ معرفتش. أنا ابني في أفريقيا، اعرفي لي ابني بيعمل ايه دلوقتي؟ معرفتش. أصل الروح اللي عليها عمل ايه؟ ما تقولوا معايا. خرج فرح مواليها فقدوا رجاءهم في المكسب لأنها كانت تكسب، اسمع، أموالا كثيرة. أتاري الشغل في الشياطين بكسب، لأنها كانت تكسب أموالا كثيرة ففقدوا رجاءهم في المكسب. مين اللي طلع من عليها الشياطين؟ بولس وسيلة. راحوا سايبين له أو تيميساوس، راحوا مسكين مين؟ ما تقولوا معايا، بولس وسيلة. وراحوا واخدينهم للولاة بتعوت السوق. الناس دول يهودان، خلي بالكم الناس دول مش يهود، بولس ده كان روماني. الناس دول ينادون بعادات تفسد أمتنا. الناس دول ما ينادوش بأي عادات. الناس دول يبلبلون الأمة. الناس دول ما بلبلوش الأمة، ما عملوش حاجة تبلبل الأمة. كل اللي عليهم امسكوهم اضربوهم بالعصي. كلمة اضربوهم بالعصي معناها قطع اللحم وكسر العظم. وفي نفس الليلة أمر الولاء إن بولس وسيلة يتاخدوا ويتحطوا في السجن. وحافظ السجن حطتهم جوه، وكان السجن ضلمه لانه يقول الكتاب لما حصلت زلزله ان حافظ السجن طلب ضوء. هم قاعدين في الضلمه والدنيا عماله تسود 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 تسود. بس الغريب وهم قاعدين في السجن ربطينهم في حاجه اسمها، ما تقول معايا، ربطينهم في حاجه اسمها ايه؟ المقطره. اللي منكم قاعد قدامي ما يعرفش يعني ايه مقطره؟ كلمه مقطره معناها خشبه فيها اربع اخرام او اربع دواير، دايرتين من فوق يحط فيهم ايديه ودايرتين من تحت يفرد فيهم رجليه. فصاحبنا قاعد، انا عايز اسال سؤال يعني، بس تخيلات صعيدي، لو بولس الرسول حب يكرش في الجرح يعملها ازاي؟ طب اكيد السجن ده بالليل كان مليان ناموس يعني، لانه ده بالليل في الضلمه، تمام. طب الراجل ده لو حب يعني يدمط جراحاته يعملها ازاي؟ انت عارفين المقطرة الألم بتاعها كله إنها بتشد عضلات الجسم كله. فصاحبنا قاعد عنده شد عضلي ومش عارف يتحرك. بس الغريب إن كان بولس وسيلة في المقطرة نحو نصف الليل، حد فاكر بيعملوا إيه؟ يصليان ويرنمان. أنا قلت غلط، حد يرد علي. يصليان ويعملوا إيه؟ ما تقولوا معايا، يسبحان الله. في فرق بين الترنيم والتسبيح. الترنيم أنا تعبان تعالالي، التسبيح كم أنت عظيم يا الله، كم أنت صالح يا الله. والغريب المساجين بتسمعها، صالح على إيه؟ صالح على إيه؟ أنتوا بترنموا وبتسبحوا في الوقت ده؟ أنتوا ليكوا فرح في الوقت ده؟ أنتوا قاعدين في السجن تسبحوا؟ أنت مربوط وقاعد تقول كم أنت عظيم، أنت مديون وقاعد تقول له كم أنت كريم، أنت تعبان وقاعد تقول له أنت الشافي، أنت عندك مشكلة وقاعد تقول له أنت قدير، أنت ضعيف روحيا وقاعد تقول له أنت مملوء حق ومملوء نعمة، أنت مالك؟ أنت حالتك غير اللي أنت بتقوله، أنت المفروض ما تقولش الكلام ده. لكن بولس يرد ويقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. كان بولس وسيلة يصليان، ما تقولوا معايا، ويسبحان الله. والغريب ان الرب يبعت زلزال عامل للملحدين ازمه. الزلزال ده غريب جدا. اول حاجه الزلزال ما جاش في كل فيليبي، لكن الزلزال جه فين؟ في السجن بس. رقم اتنين، الزلزال ما كسرش الحيطان، لكن الزلزال فك القيود وفتح البيبان. نوع من الزلازل لم يخطر على قلب بشر. ليه يا رب؟ اصل في اتنين جوه بيصلوا ويسبحان الله، انا جايبهم هنا الغرض. اول ما انفكت القيود وانفتحت الابواب باسم الرب يسوع المسيح، يا رب ارسل زلزال من هذا النوع للقلوب المتقسيه. زلزله مين يتاثر؟ المسجون.
المسجون في حكم الرومان كان المفروض تتحط عليه عقوبة كل المساجين اللي جوه. فلو بولس واخد 20 يوم يتحط على السجان، لو سيلا واخد 5 سنين يتحط على السجان، لو في 10 مسجونين كل واحد واخد 10 سنين، 10 في 10 100 سنة يتحط على السجان. فالسجان قال ده لو هيتحط علي عدد السنين ده كله، ده انا كده اتحكم عليها بالاعلان، اسلم حل. راح مطلع السيف وهيعمل ايه؟ ما تقوله معايا يقتل نفسه. فبولس راح طلع له قال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا جميعنا ها هنا. دخل السجان لقيهم كلهم موجودين. في نفوس تتغير عند النهر، وفي نفوس تتغير بإخراج الأرواح الشريرة، وفي نفوس ما بتتغيرش غير لما يحصل زلزال. يا رب أتوسل إليك الليلة، ألمس الثلاثة يا رب، ألمس المتدينة، وألمس الفاجر، وألمس اللي محتاج زلزال، زلزل قلبه الليلة، فك قيوده الليلة. الغريبة بولس الرسول كان ليه ذكريات مع هذه الكنيسة، فبيقول لهم أشكر الله عند كل ذكري إياكم. أنا ذكرياتي معكم كويسة. ابتدى بولس في الإصحاح الأولاني، هقول كلمة عن كل إصحاح، يقول لهم اسمعوا، أنا قعدت أقارن ما بين الموت والحياة. وزي ما قال الأخ ميلاد جليل، الحياة تمشي بسرعة. فلو أنت عندك 30 سنة هتقف وتقول 30، ولو عندك 40 يعني داخلين في 40، ولو عندك 50 هتخبي، ولو عندك 60 مش هتقول، ولو داخل في 70 صلي لي يا أخ. شكسبير قال في رواية هاملت، ما هي الحياة إلا أقصوصة يرويها أحمق. أعتقد أنه مقتبسها من موسى النبي لما قال ما هي حياتنا إلا قصة 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 وبتعدي. لكن واحد ملحد قال كلمة رهيبة جدا، قال ما هي الحياة إلا فقاعة خالية فارغة على محيط الحياة. الحياة في نظرك إيه يا بولس؟ قال الحقيقة أنا بقارن ما بين الحياة وما بين الموت، بس أنا عملت معادلة وأنا نفسي تتفهم الليلة هذه المعادلة. شيل المسيح من المعادلة وقول لي هي تبقى خسارة ولا مكسب. أرجوكم ركزوا جدا معي، ليه الحياة هي؟ لا، اعملها نقط فراغ. والموت هو؟ طب حط اي حاجة كده وشوف الموت هيطلع. حد معايا ولا مش معايا؟ يعني انا هقول ليه الحياة هي الفلوس، ساعتها لما الموت يجي هيبقى ربح، هيبقى ايه؟ اكبر خسارة. طب ليه الحياة هي الشهرة والموت؟ جالي الموت خدتي بالشهرة. طب ليه الحياة هي العلاقات الاجتماعية؟ جالي الموت خدتي من العلاقات الاجتماعية. طب ليه الحياة هي العيال؟ جالي الموت محدش بياخد عياله معاه. طب يا بولس عرفني ما هي الحياة؟ قال لك لو عايز تكسب الحياة وعايز تكسب الأبدية قولها معايا، ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح لي. الحياة بالنسبة لي ان اعيش للمسيح، والموت بالنسبة لي ان انا أكله. كان نفسي أتدخل في القضية اللاهوتية بتاعت أخلى نفسه في فيليب 2. بص، ليكن فيكم هذا الفكر، أن الذي إذ كان في صورة الله مورفي، المعادلة لله، لم يحسب خلسة أن يلم، أي لم يحتسب غنيمة أن يكون معادلا لله في الجوهر، ولكنه ما تقولوا معايا أخلى نفسه في 5 حاجات. الرب أخلى نفسه منها، أخذا صورة عبد. بس الغريبة اللي أخلى نفسه ده ما فضلش طول الوقت أخلى نفسه، أنا بستعجب، لذلك رفعه الله. كلمة رفعه في اليوناني معناه رفعه بالقيامة، رفعه بالصعود، رفعه بجلوسه عن يمينه، رفعه حينما جلس أعطاه سلطانا على كل شيء، فيقول دفع إلي كل سلطان. رفعه بأنه يأخذ اسما فوق كل. انت عارفين يعني ايه يأخذ اسم فوق كل اسم؟ الرب مشي مع برام شوية، والعلاقة بينه وبين برام بقيت حميمة، فقال له برام مش هيبقى اسمك برام لكن هيبقى اسمك.
والرب مشي مع يعقوب شوية. فقال له يعقوب، قال له أيوة، قال له حبيبي أنا شايفك بتتغير للأفضل، وابتدى يبقى في شركة بيننا وبين بعض، فمش هيبقى اسمك يعقوب لكن هيبقى اسمك إسرائيل. والرب مشي مع سمعان شوية، قال له يا سمعان مش هيبقى اسمك سمعان لكن هيبقى اسمك بطرس، أما يسوع المسيح فلم يأخذ اسم يسوع فقط لكن أعطاه اسما وهو أن يكون أقولها مرة تانية، هو إيه؟ رب. قولوها معايا، هو إيه؟ رب. يعني إيه كلمة رب؟ رب معناها يمتلك كل السيادة والسلطان والقوة على كل شيء فوق الأرض وعلى الأرض وتحت الأرض، فدفع إليه كل سلطان، رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع. ما تقوله معايا، كل ركبة من الملائكة ومن البشر ومن تحت الأرض وكل الطغمات، وحضرتك هتبقى واقف في وسطيهم، ما بتعملش حاجة غير انك بتعمل ايه؟ ما تقوله معايا، تكسو. ممكن اسأل سؤال؟ في وسط كل هذه الألفات لما حضرتك تكسو هيبقى ايه شعورك؟ احبائي، دخل في الإصحاح الثالث وراح قايل كلمة رهيبة جدا، قال لهم اسعى نحو الغرض. وانا هقول كلمة فاسعى نحو الغرض، واقول كلمة في نص دقيقة، مش هطول عن نص دقيقة تاني، بس كل اجتماع ركز معايا. هي الشمس لما ربنا خلقها، خلقها عشان ليها، ما تقوله معايا، ليها غرض. طب اسأل سؤال، معلش يعني خدونا على قد عقلي، طب والكلى لما الرب خلقها، خلقها لان ليها، ما تقوله معايا، غرض. طب معلش العينين الرب لما خلقها، خلقها لان ليها غرض. طب معلش النباتات لما الرب عملها، طولها وقصرها وعرضها، ليها، ما تقولوا معايا، غرض. الغريب يا احبائي، الغريب الغريب الغريب، يا رب اديني نعمه اقدر اعبر عن اللي جوايا، ان احنا مقتنعين ان كل حاجه في الحياه ليها ما عدا الانسان. ممكن تقول لي الرب لما جابك على الأرض كان إيه الغرض؟ يعني لما يوصل لستين وسبعين سنة وبص على حياة الورا، هل أنا عشت عيشة ليها معنى؟ هل أنا عشت عيشة ليها غرض؟ والذين بنفطر وبنتغدى وبنتعشى وبننام وبنروح الشغل، ويقول الكتاب نأكل ونشرب، ما تقوله معايا، وغدا نموت. أحبة أرجوك أعرف أن الرب خلقك لغرض، ومش هتقدر تعرف الغرض غير لما تاخد المسيح قائد ليك يعيش معك كل يوم، فتتحد بالمسيح فتقول له عايز تعمل النهاردة، يقولك أنا عايزك تروح المشوار ده، وانا مش عايزك تروح المشوار ده، وانا عايزك تدخل في البيزنس ده، وانا مش عايزك تدخل في السكه دي، وانا عايزك تروح الاجتماع ده، وانا عايزك تخدم الاخ فلان بالطريقه دي، وانا عايزك تعمل الموضوع ده. يا احبه وجودك على الارض ليه غرض. المشكله ان احنا مش عارفين ليه الرب اوجدنا، وبالتالي مش عارفين ايه هو الغرض. ارجوك الحق عمرك اللي باقي وقول له عايز نعمل لك يا رب الايام اللي جايه. من ضمن الغرض ان الرب اداك فلوس زي ما كان الاخ ميلاد بيتكلم. تيموثي كيلر قال كلمة رهيبة جدا، قال الفلوس اللي معاكم، وارجوك فكر في كلمة الفلوس دي، يعني الفلوس اللي في جيبك يعني رصيدك في البنك، تمام؟ يعني اللي عندك من بيوت، يعني اللي عندك عربية، اللي عندك شغل، اللي عندك شركة، ايا كان الرب اوجدها في حياتك للبركة، بس ان لم تعرف غرض حياتك سيتحول المال الى لعنة. فأنا شفت ناس كتير جدا بتقول للمال ربي وإلهي ومخلصي، في ولا ما فيش؟ في. عشان كده الرب قال لهم حاجة من الاتنين، يا تعبد الله يا المال. المال اللي في جيبك الرب ادهولك بركة، المال اللي في جيبك الرب ادهولك لغرض،
الغرض منه مش ان اتساوى مع خلق الله، الغرض منه مش ان احقق احلامي، الغرض منه مش ان اقول انا هنا، الغرض منه مش ان ابان بمظهر اجتماعي، الغرض منه مش ان احط راسي في وسط الروس، الغرض منه مش الاكذوبه اللي بتقول ان المال يشق في البحر طريق، ما بيشقش طريق. المال يا اما يكون سبب بركه يا اما يكون سبب لعنه. لكن بعد كده بولس الرسول بيقول لهم برغم الضيقات استاذنكم ممكن تفرحوا، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء ما تقولوا معايا بالصلاه والدعاء. مع ايه ما تقولوا معايا؟ طب اسال سؤال وكل اجتماع رد عليه، وده اخر سؤال وكل اجتماع يقول هل الرب يستاهل الشكر؟ اللي وافقنا ان الرب يستاهل الشكر يرفع ايديه كده عالي، وانت رافع ايدك عالي قدم للرب كلمه شكر وقول له شكرا يا رب، قول شكرا ليك يا رب شكرا. انا النهارده مش هنعمل حاجه غير هنقول له شكرا 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 لاجل ان الضيق هيطلعني اقوى مما دخلت، شكرا. واسمع الكتاب يقول لك ايه، اذ قد تبررنا لنا ايه لكم ايه. كم واحد واخد المسيح هنا؟ عارف يا اللي واخد المسيح، انت ليك سلام مع الله. افرحوا كل حين واقول ايضا نفرح. ليه يا اخ مايكل؟ رقم واحد افرح لان اسمك اتكتب. كم واحد اسمه مكتوب في سفر الحياه؟ يرفع ايدي عالي، المتاكد يرفع ايدي عالي جدا. ادوا المجد للرب بقى، قول له هللويا ومجدا لانه لا شيء من الدينونه الان. ما تقولوا مع الذين هم في مين؟ انت ما عليكش دينونه، حزين ليه؟ افرح. فرحان ليه؟ فرحان لان الرب راعي. ما تقولوا معايا وباسم الرب يسوع المسيح مش هيعوزك لشيء. يلا قولوها معايا مرة تانية، الأجبال احتاجت وجاعت، ما تقول معايا وأما طالب الرب. ها؟ طب يلا قول لروحك ما تقولش أنا الرب رعايا فلا احتاجت وجاعت وأما طالب الرب فلا. باسم الرب يسوع ما هيعوزك لحاجة الأيام اللي جاية، مش لأن ده كلامي لكن ده كلام مين؟ ما تقوله معايا. طب يلا أعلنها وقولها بإيمان. وأيضا إذا سرتوا الأيام صعبة زي ما قال الأخ ملاد، هو وادي ظل إيه؟ ما تقوله معايا. ده موت يا أخ مايكل، ده موت يا أخ مايكل، ده موت يا أخ مايكل. اسمع يا محبوب، الخطاة ليهم سكة وانت ليك سكة، الخطاة ليهم ساعة واحنا المؤمنين لينا ساعة. فأطلب إليكم أيها الإخوة الأحباء برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية لتختبروا ما هي. انت ليك إرادة وليك خطة وليك مشيئة وليك عمل إلهي وليك إيد قوية وليك أب ماشي معاك. يلا قولها معايا، وأيضا إذا سرت في وادي ها ظل الموت ها. طب قولها بصوت عالي، وأيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا إيه؟ طب قولها مرة تانية لا إيه؟ طب قولها للي جنبك أنا لا أخاف باسم الرب يسوع، الخوف ما يقلقكش. يلا قولوها معايا، لا أخاف شرا لأنك إيه؟ طب اللي متأكد ان الرب معايا يرفع ايدي عالي قولها بصوت عالي، لانك انت. قول بصوت عالي، وان كان الرب معنا فمن انما خير ورحمة يتبعانني. امتى؟ افرحوا في الرب واقول ايضا. امال مالكم زعلانين ليه؟ ليك اله قوي، ليك اله مسكك، اسمك مكتوب في سفر الحياة، وفي الغربة لك راعي شايلك. طب وان ضعفت وان عكيت وان مشيت عوج، لنا رئيس كهنة عظيم يشفع فينا. لكن اسمع الكتاب يقول لك ايه، هو مش غير قادر ان يرسي ضعفاتنا، لكن هو يرسي لضعفاتنا والعكنا والعوجنا والقلة حالتنا، مش عايز اقول حاجة تاني، والمشينا الحوج، هو بيشفع فيك. فتيجي قدامه تجد نعمة وتنال رحمة عونا في النعمة التي أنتم فيها. عارف يعني مقيمون؟ اسمعوني يا إخوة، النعمة التي أنتم فيها مقيمون، فوقيك نعمة، جنبيك نعمة، شمالك نعمة، قدامك نعمة، وراك نعمة. طب ولو وقعت هتلاقي انت متشال كلك على بعضك فطلع سليم، الرب شايلك
بضعفاتك بزلاتك بالوقت اللي ما قريتش فيه الكتاب. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا الشياطين تخضع لنا. قال لهم لا تفرحوا أن الشياطين تخضع ليكم. مرة الشياطين هتخضع، مرة الشياطين ممكن ما تخضعش، لكن افرحوا بالحرية لأن أسماءكم ما تقولوا معايا. هو ده اللي يفرح الليلة. وزنت في المسيح يسوع ادي المجد للرب وقول معايا اسمي مكتوب في سفر الحياة، إذا لا شيء من انتم عليكمش دينونة، لأن اللي انت ملزوق فيه دفع إليه الدينونة ورفع عنك دينونتك ودفع عنك الحساب. يا أحبة، كنت هنا في القاهرة، دخلت اجتماع من الاجتماعات، ايه بنوتة لابسة صليب جايبة مش أقل من 15 بنت معاها. بعد الاجتماع سلمت عليها قلت لها أكيد حضرتك مكرسة للرب. قالت لها مش مكرسة. طب إيه اللي جابك هنا القاهرة؟ قالت لي العلمك أنا من بلدك يا صعيدي. يعني قالت لها أنا من يومية زيك. قلت لها طب وبعدين؟ قالت لها بدا. جالي تليفون في يوم من الأيام، ممكن نتعرف، ممكن نتصاحب، ممكن الشرور، ممكن ممكن ممكن، للدرجة أنه عمل لي غسيل دماغ. سبت أبويا وأمي وركبت القطر، ولقيته فعلا مستنين على محطة القطر في رمسيس. قلت له وبعدين؟ قالت لي ومشيت في سلسلة الضياع، للدرجة أني تركت نفسي لكل سكك الشرور. خلي بال حضراتكم يا أحبة، سهل جدا على الإنسان أن يقول تركت نفسي للشرور، لكن صعب جدا على الإنسان أن يقول أنا طماع، وصعب جدا على الإنسان أن يقول أنا أناني. تركت نفسي لكل سكك الشرور. قلت لها وبعدين؟ قالت لي ضعت يا أخ مايكل، ضعت ضعت ضعت. قلت لها ليه؟ قالت لي الشخص اللي أنا استأمنت نفسي عليه. قلت لها آه. قالت لي كان بيبيعني. وبعدين؟ قالت لي ومن شدة الكره كان بيديني أدوية تضربني بالنزيف. قالت لو دخلت مستشفى من المستشفيات هنا في القاهرة، مستوصف تبع كنيسة، لقيت أخت مؤمنة. الأخت المؤمنة بصت لي وقالت لي يا بنتي مالك؟ انا تعبانه، انا معيش فلوس، انا 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 انا. فرحت لها طب اسمعي خدي الفلوس اهي وروحي اعملي تحاليل وتعالي. جد التحاليل قالت يا بنت انت بتاخدي ادويه تقضي عليك وتموتك. مين اللي سايقك للذبح؟ مين اللي سرق عمرك؟ مين اللي مجرجرك يلا عليك روح عرافه؟ مين اللي مجرجرك يا ليديه؟ مين اللي مجرجرك يا سجان في الاتنين؟ البنت ابتدت تتكلم وهي طالعه ماشيه قدام كنيسه. فهي ماشيه قدام كنيسه لقيت صليب حديد على باب الكنيسه الحديد، فمسكت في الصليب الحديد. فالحارس اللي واقف على باب الكنيسه قال لو سمحت يا استاذه ما عندناش بنات تقف على البيبان، يا تخش يا تطلعي. دخلت. الغريبة أول ما دخلت شافت صورة المسيح وهو مصلوب، وقفت قدامه تبص. كان في أب كاهن قاعد، الأب الكاهن قاعد قدامها يبص عليها وهي واقفة قدام صورة المسيح عمالة تعترف بخطاياه. سامحني أنا خاطية، سامحني أنا فجرة، سامحني أنا بعيدة، سامحني أنا ضيعت نفسي، سامحني أنا قلبي اتملى بالأساوة، سامحني سامحني سامحني. وإن اعترفنا بخطايانا فهو رحمة الرب. من الكاهن وقال لها يا بنت بقى لك ساعة ونص تبكي بالدموع، ايه اللي جرى؟ قلت له حصل كذا وكذا 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 وكذا. قال لها اعمل معروف ما تطلعيش من الكنيسة زي ما دخلتي. انت مش قلت له سامحني؟ قال لها قلت له اه سامحني. قال لها طالما قلت له سامحني هو مسامحك، مهما عملت هو مسامحك. حقيقي ابونا؟ قال لها حقيقي. طب واللي انا عملته؟ قال لها دفع ثمن ودم المسيح ابنه يطهرنا، ما تقوله معايا، من كل خطية. البنت قعدت تصلي، بس الغريبة البنت دي طلعت قعدت في حوش الكنيسة برا. فقال لها بعد ما طلعت قعدت في حوش الكنيسة، قالت لي كلمة ما انساهاش. قالت لي أول مرة أخ مايكل أختبر الفرح الحقيقي. ولقيت البنت عينيها اتملت بالدموع، قالت لي أخيرا ارتحت، أخيرا ارتحت، أخيرا ارتحت، أخيرا ارتحت، أخيرا ارتحت. يمكن في ناس بتسمعني أو ناس في الاجتماع جاية الاجتماع تعبانة، بس ليك راحة النهاردة من اللي بيقول تعالوا إلي. ما تقولوا معايا يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أعمل إيه؟ ليك راحة الليلة. عايز القوة دي؟ يا بختك الليلة لو ترفع إيدك وتقولها معايا، أرفع عيناي إلى الجبال. ما تقول من حيث يأتي عون، نقول بصوت عالي معونتي
ايه رايك الليله الرب عايز يديك قوه ومعونه عشان تبطل وترتاح؟ كل اللي عايز معونه الليله يرفع ايديه عالي جدا عالي جدا. له عيب ولا هو غلط ولا هو شر ولا هو خطيه؟ يا بختك الليله. طب مستنيين ايه؟ اللي محتاج معونه للديه يرفع ايده على لديه، اللي محتاج معونه للص يرفع ايده على اللص، اللي محتاج معونه للسجان يرفع ايده على السجان، اللي محتاج معونه لبيته يرفع ايده على بيته. ارفع ايدك الاثنين كمان على البيت دلوقتي. استاذنكم ارفع ايدك الاثنين كده على بيتك وصلي معايا ان كل روح ضد المسيح يتكسر الليله. صلوا معايا ان ما فيناش واحد في الاجتماع زي ما دخل زي ما طلع الليله باسم الرب يسوع المسيح. ما يكونش فينا حد مكانه جهنم يا رب، ما يكونش فينا حد مكانه النار الابديه الليله، لكن الليله تلمس القلوب وتعطي معونه. وانا اسف جدا اصعبها، كل اللي عايز معونه من عند الرب يرفع ايديه الاثنين عالي يرفع. طب طالما الاجتماع كله رافع ايديه فوق وتحت، طب ما تيجوا كلنا نقف مع بعض. تعالوا كل الاجتماع يقف معايا، تعالوا كلنا نقف مع بعض. وقبل اي حاجه قبل اي حاجه كلنا واحنا واقفين كبار وصغيرين فوق وتحت، تعالوا كلنا قبل اي حاجه ارفع ايدك الاثنين كده على بيتك، ارفع ايدك الاثنين كده على بيتك، ارفع ايدك الاثنين على بيتك وصلي لهم بالاسم دلوقتي. صلي لهم بالاسم دلوقتي، صلي لهم بالاسم دلوقتي. قول يا رب فلان بين ايديك، يا رب فلانه بين ايديك، يا رب انا الليله دي جاي وعايز معونه لفلان تغير الليله. غير المتدين يا رب، غير البعيد الليله يا رب، غير شاول الترصوص الليله، غير كل قلب متقصي يا رب. اصنع معجزات في هذا الاجتماع. كل الاجتماع مغمض عينيه، الرب الليله دي عايز يدي معونه وقوه. اثناء ما احنا بنرنم الرب الليله دي عايز يدي معونه وقوه. كل الاجتماع مغمض عينيه، اللي عايز القوه للتغيير يرفع ايده عالي. ارفع ايدك عالي لو عايز تتغير الليله وتاخد قلب جديد، يا بختك ويا بختك، لاني شايف ناس كتير بتبكي بالدموع دلوقتي. وانت رافع ايدك عالي قول له اعني يا رب، ابعت لي معونه يا رب، ساعدني ابطل الموضوع الفلاني، ساعدني ابطل القلق، ساعدنا بطل الهم، ساعدنا بطل الحزن. واستأذنك دلوقتي اوعى يكون اللي قدامك بيبكي بالدموع وانت الشيطان رابط لك لسانك. ما تيجي للرب الليله، ما تيجي للرب يا اللي مش قادر ترتاح، ما تيجي للرب الليله، ما تيجي للرب الليله يا اللي عندك مشاكل، ما تيجي للرب الليله وتقول له دائت دائت دقت المرار. انا مش ناوي اجري شمال ويمين، لكن انا الليله دي ناوي اجي واعمل زي بولس وسيلة. كان بولس وسيلة في عز الضلمه يصليان ويسبحان الله. واستاذنك دلوقتي اذا عندك طلبه معينه ارفع ايدك الاثنين على الطلبه، ارفع ايدك الاثنين على الطلبه دي واطلبها دلوقتي. اطلب طلبتك دلوقتي، بس اطلب بايمان غير مرتاب البتة. اطلب بإيمان يهز الجبال الليلة. قول له رب الملف ده بتاعك، والملف بتاع القضية الفلانية بتاعتك، الملف ده أنا بسلمه لك يا رب، الملف ده أنا بسلمه لك يا رب. أثق إن الليلة ليلة ولادة نفوس. اوعى يكون اللي قدامك بيربح الأبدية وانت زي ليدية متدين. اوعى يكون اللي قدامك بيتولد ولادة جديدة وانت زي ما دخلت زي ما طلعت. ليلة ولادة نفوس الليلة، الرب عايز يرد نفسي. الرب الليله دي عايز يفرحك. ليه تطلع كئيب؟ ليه تطلع مكتئب؟ ليه تطلع حزين؟ ليه عينك تثبت على الرياح يا بطرس مع ان في ايد ممدوده لك؟ يا قليل الايمان لماذا شككت؟ انا عايز اقول لك، من امتى ابتديت تشك في ثقه الرب؟ من امتى ابتديت تشك ان الرب بيحبك؟ من امتى ابتديت تشك ان الرب مدد لك ايده؟ وإذا واثق إن الرب بيمد إيده، ارفع إيدك عالي ومد إيدك في إيد الرب دلوقتي. وقوله مديلي إيدك يا رب، مديلي إيدك الليلة، مديلي إيدك الليلة يا رب. أنا ما أعرفش أنت محتاج إيد الرب إزاي، بس وأنت بتسمع الكلمات اللي جاية رنم مع الأخ ملاك. يا رب كل مخاوف جوايا زالت لما إيديك بحنان لمستني، عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعني. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعني. مخاوف جوايا زالت
مثقل جدا في اخر دقيقه من وقت الصلاه ان كلنا نقوم مع بعض ونقدم الشكر للرب. كلنا نقوم نقدم الشكر للرب وارفع ايدك الاثنين للسماء قول له بشكرك لاجل الموضوع الفلاني يا رب. ارفع ايدك الاثنين للسماء وافتكر حاجه حلوه الرب عملها معاك. اشكرك لاجل الموضوع الفلاني، اشكرك لاجل بيتي فيليبي كانت سايبه ذكرى حلوه، افتكر الحلو اللي الرب عمله معاك. قول له نسيني الوحش اللي عديت بيه فيوسف سمى ابنه منسى. اشكر الرب لاجل حاجه حلوه كده، اشكر الرب لاجل امر معين الرب تمجد فيه، اشكر الرب لاجل سنه عدت، اشكر الرب لاجل ايده اللي تمدت، اشكر الرب لاجل خلاصه ليك، اشكر الرب لاجل الولاده الجديده، اشكر الرب لان ناس كتير تتمنى واحد على عشره من اللي انت فيه ومش طايلاه. قول اشكرك لاجل جودك يا رب. وارفع ايدك الاثنين بقى على بيتك وعلى ممتلكاتك وعلى عيالك وقول له عرفني ارادتك الايام اللي جايه يا رب. قول له انا خاضع لمشيئتك يا رب، انا خاضع لمشيئتك. قول له يا رب علي صوتك الايام اللي جايه فما بعدش عن الهدف وما بعدش عن الغرض، واعرف انت ليه جبتني على الارض في الوقت ده في العيله دي. يا رب خليني اعيش لك الايام اللي جايه، خليني اعيش الهدف يا رب، رجعني أعيش لك الأيام اللي جاية. ونفسي نرفع إيدينا على الأيام اللي جاية بقى، ارفع إيدك على الأيام اللي جاية وصلي إن الأيام اللي جاية تبقى أيام فرح. وانتهر الروح الشرير وقول باسم يسوع المسيح كل سهم للحزن ضدك يتكسر الليلة، كل سهم للخراب يتكسر الليلة، كل باب للخسارة يتقفل الليلة، كل باب للحزن يتقفل الليلة، كل باب للخيانة يتقفل الليلة، كل باب للشر يتقفل الليلة. وارفع ايدك على الايام اللي جاية وقول الايام اللي جاية مليانة بركة. يلا قول معايا الرب راعية فلا يعوزني شيء، خير ورحمة يتبعاني كل باسم الرب يسوع المسيح. اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخافه لانك انت. كم واحد متأكد ان الرب معاه يرفع ايده عالي؟ أنا نفسي اللي متأكد الرب معاه يدي المجد للرب بطريقة تليق بمجد الرب. قول معايا خلاص عمري ما هشيت المجد كان ماسك فيها باسم يسوع. اسمعكم عمري ما هشيت المجد نعم أنا ساكن فيها باسم يسوع. عمري ما هشيت المجد كان ماسك فيها باسم يسوع.
بتعشى كل ما النعمة أنا ساكن فيها بدرب يسوع. وانت وعدني ازاي افشل وانت وعدني خير ورحمة يتبعني كل مضية انت معددني انت تتركني ولا تنساني عمري ما هفشل كل ما النعمة انا ساكن فيها بدرب يسوع عمري ما هفشل كل ما هديك انا ماسك فيها اشكرك اشكرك عمري كل ما
الفرح باين عليكم بجد قدام الرب يا خملات. انا اول ما بدا الاجتماع في ناس وهي داخله من الباب بره انا شايفها وهي داخله كنت واقف على جنب كده قلت يا رب الناس دي هتعمل معاها ايه النهارده يعني كان عليهم كآبه يعني تقفل الابواب بس عايزك دلوقتي تبص على اللي جنبك هتلاقيه بيضحك وفرحان صدقني بص على اللي جنبك هتلاقيه بيضحك سلم عليه وقول له الرب يباركك سلم عليه وقول له الرب يباركك اعبدوا الرب كم واحد فرحان بإلهه ادوا المجد للرب انا ما ينفعش الاخ ملاد جليل يبطل ترانيم صراحه اعبدوا الرب ما دام يجادوه دوما يسوع قريب قريب يعطي المعيا قدره والعديم القوه يكسر شده حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام طب ليه بنخاف لا مرض ولدي راح يفصلنا عن حبه ده بإيده شيلنا كان علينا السلام هنخاف من إيه Bye.
هللويا هللويا. شكرا للرب اللي فوزتينا اللي مفرحنا. يا ريت نقف كده ونرفع ايدينا لطلبات الصلاه ديت. وكم طلبت صلاه مخصوصه، في واحده بعتها بتقول من اجل ديفيد حبيبي اتولد ناقص في شهر وهو حاليا في الحضانه، والصلاه من اجل خادم ينتظر الرب بحضور ويشفيه ورم لجوء في جراحه. واختين بيطلبوا طلبات صلاه، واحده في مشاكل عائليه بتقول واحده جوزها ساب البيت بسبب مشاكل وسابهم بطريقه مفاجاه كده هوت ومش عارفين في ايه. وواحده تانية بتقول بسبب الديون والمشاكل الماليه جوزها برضك ساب البيت. وفي عندنا اختبار حلو هنا كان تلبت صلاه صلينا من اجلها يوم الجمعه اللي فاتت، شخص اسمه مجدي عجيب كان بيطلب من اجل تلبه، كان عنده جلطه، وبعد طلبه الصلاه ديت الجمعه اللي فاتت راح للدكتور قال له الموضوع مش محتاج اي حاجه، انت سليم. هللويا، نشكر الرب يسوع المسيح. في طلبه الصلاه شكر للرب الذي تمجد مع عبد مجدي عجيب، ودي برده كده نفس طلبه الصلاه ده بيشكر الرب من اجل مجدي عجيب. نشكر الرب ونقول له هللويا. نرفع ايدينا لكل طلبات الصلاه ديت وحط طلبتك قدام منها. بسبب الظروف اللي احنا فيها ديت والمعاناه والضغوط والحروب والماليه وكل ضغط قدام منك انت شايفه، حطه قدام الرب. الرب بيتمجد، الرب هيفرح قلبك، الرب هيسعدك مهما كانت المشاكل مهما كانت الظروف. الرب موجود حاضر في وسطينا الان، هيلمس طلبتك اللي موجوده هنا في الباسكت وطلبتك اللي انت رافعها الان من اجلك او من أجل أي شخص أنت عارفه. حط أي مرض، حط أي مشاكل، حط أي ديون، الرب هيتمجد لأن الرب إلهنا حاضر في وسطينا ويسمع ويستجيب. يا رب يسوع بنشكرك يا رب ونعظم اسمك ونباركك يا رب يسوع. بنحط طلبات الصلاة دي كلها ما بين إيدك يا رب. الطفل يا رب يسوع اللي في الحضانة، أنت قادر يا رب يسوع المسيح بلمسة منك بنفخة منك يا رب تكمل له باقي أيام شهور. ويا رب يسوع المسيح يا رب، يا رب يسوع المشاكل العائلية والظروف العائلية انت قادر يا رب يسوع المسيح تبعت رسالة للزوج يا رب يروح بيته يا رب، تضع محبة في العائلات يا رب يسوع، تسدد كل الديون يا رب يسوع، كل المشاكل يا رب، كل اللي في السجون يا رب يسوع. انت قادر يا رب بكلمة واحدة منك يا رب تفتح السجون، تسدد الديون يا رب، تشفي المرضى، تخرج يا رب يسوع اللي في العناية يا رب بلمسة منك يا أبانا السماوي. نشكرك من أجل حضورك الملموس فوسطينا يا رب، وكل بركة باركنا بيها يا أبانا السماوي. آمين. واسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين أبانا لازم نسبح. أبانا الله في السماء يتقدس اسمك.